مساء الفل عليكم، ازيكم؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهارده هعمل معاكم في فيديو ده البينك صوص باستا. زي ما كتير منكم طلب مني الطريقه، طريقتها بقى سهله وخطيره وكريمي واقتصاديه. شوفوا شوكه المكرونه عامله ازاي، احلى من اي مكرونه بينك صوص هناكلها في اي مطعم بجد. اول حاجه هجيب مكرونه سباجيتي، اي نوع متوفر عندكم، ميه مغليه احط عليها رشه ملح بس، مش هنحط على الميه زيت. الحركة اللي انا عاملاها بايدي دي بتحدد كمية المكرونة. انا حطيت حوالي نص كيس المكرونة اللي هو يعمل طبقين كبار مليانين من المكرونة. هنجيب بقى الحلة او الصينية اللي هنسوي فيها المكرونة، هحط فيها معلقة كبيرة من الزيت ومعلقة كبيرة من الزبدة، هقطع طماطماية كبيرة مكعبات كده صغيرة ودخلها الميكرويف حوالي 5 دقايق علشان تبقى طماطم بيوريه. حطيت بقى مع الزيت والزبدة معلقة كبيرة من صلصة الطماطم، معلقة ونص كبيرة من صلصة الطماطم او معجون الطماطم اللي بيكون في برطمانات اي نوع متوفر عندكم، وهسيبه ثواني كده ريحة المادة الحافظة اللي فيه تطلع، واضيف له فص ثوم كبير مفروم وقلب تقلبتين، هنلاقي الريحة بقى رهيبة. بعد كده هزود معلقة ونص كبيرة من الدقيق وهقلب تقلبتين كويس جدا عشان دي يمتزج برضو وريحته تبقى من ريحة المكونات الباقية. وبعدين هنحضر حليب بقى معانا علشان هنضيفه بالتدريج. بس قبل ما اضيف الحليب حبيت ان انا اضيف الطماطم، لقيتها طلعت مايكرويف عامله كده. لو ما عندكوش مايكرويف تقدروا تعملوا العمليه دي في حله صغيره كده، تحطوا الطماطم وتسيبوها لحد ما تدبل. هحط رشه بقى من الريحان سواء الفريشه او المجفف، ورشه من البابريكا، وابدا ان انا اضيف حوالي من نص كوبايه لكوبايه لربع من الحليب بالتدريج. انا حطيت كوب لربع من الحليب زي ما انتم شايفين كده، ببدا ان انا ازود الحليب واحده واحده. ولما خلصت الكوب اللي ربع حليب حطيت بقى حوالي كوباية اللي ربع برضو من مية سلق المكرونة. كنت باخد بالكوب المعياري كده من مية السلق وازود علشان اعزز الطعم بقى الكريمي. حطيت معلقة كبيرة مليانة من الجبنة الكريمي، تقدروا تضيفوا اي نوع جبنة بقى، مثلثات او مربعات زي ما تحبوا. شايفين انا بزود من مية السلق، بتبقى تحفة لان مية السلق اصلا فيها النشا بتاع المكرونة فبيدي قوام حلو قوي للصوص. ظبطت بقى الملح والفلفل بتاعي وكده الصوص بقى جاهز. نقدر نعرف ان الصوص جاهز لما نعمل فيه الحركة بتاعت المعلقة دي ويرجع بشويش زي ما شفتوا. ودلوقتي الصوص بتاعي جاهز ان احنا ننزل فيه المكرونة. انا مش بصفي المكرونة في مصفى ولا اغسلها ولا اي حاجة، باخد المكرونة من قلب المية بتاعت السلق دايركت على الصوص من غير تصفية ولا اي حاجة. انا عندي الاداة دي اللي هي مش عارفة اسمها، اللي عاملة زي شبه الشوكة الكبيرة كده، بشيل بيها المية من مية السلق واضيفها للصوص وقلب تقلبتين وبس كده. حاجة اختيارية ان احنا انا ضفت شريحة من الجبنة الفلامنك، تقدروا تضيفوا جبنة شيدر او متضيفوش خالص براحتكم، انا حبيت اديها طعم زيادة بس. وكده بقت المكرونة جاهزة معايا، نطفي عليها بقى ونقدمها على طول دلوقتي حالا وهي سخنة كده وحلوة والصوص بتاعها سايح وخطير. عايزة بس اوريكم قوام المكرونة النهائي عامل ازاي. بصوا شكلها الرائع، يعني بجد احلى من اي مطعم ممكن ناكلها فيه. نقدمها بقى ويلا بينا ناكل. بجد من ألذ الوصفات اللي ممكن تجربوها للمكرونة، وزي ما شفتوا مكوناتها موجودة عندنا كلنا، بسيطة وسريعة وسهلة. جربوها وبإذن الله تعجبكم وبالهنا والشفا. في حاجة أخيرة بس عدلت بيها الفيديو، حبيت أحط لكم المقادير اللي استخدمتها بالظبط. تقدروا تستخدموا بدل الطماطمية طماطم بيوريه جاهزة لو عندكم، فقولولي لو عجبتكم فكرة إن أنا أشارككم بالمقادير في آخر كل فيديو.